أنا أعتقد إنه يعني بعد فوز الديمقراطيين أو عدم خسارة الديمقراطيين، مش فوز، الاتجاه الذي سيذهب به بايدن هو ما يعني المشروع الثلاثي الأمريكي الفرنسي الألماني، بأن يعني ترفع شكوى إلى مجلس المحافظين في وكالة الطاقة الدولية حول، وهذا طبعا الأسبوع القادم سينعقد مجلس المحافظين وسيقرر، طبعا سيخرج بنتيجة لذلك هناك مشروع ثلاثي قادم لتجريم إيران بعدم تعاونها مع وكالة الطاقة الدولية في موضوع المواقع الغير معلن عنها. وهذه يعني أزمة تفاعلت، وهي التي كانت من مسببات عدم التوصل لاتفاق كما تعلم أستاذ أحمد. وأعتقد أنه أمريكا ستقوم ب يعني بجهد جماعي، يعني أن تعمل بشكل جماعي عبر المنظمات الدولية للضغط على إيران، مش بشكل منفرد. أنا لا أعتقد بشكل، حتى موضوع الاستهدافات الإسرائيلية في هذا الوقت هي لا تصل في المصلحة الأمريكية أستاذ أحمد. يعني إذا قرأنا، أنا لماذا ربطت لك الموضوع بعودة نتنياهو؟ لأن أنا قلت لك عودة نتنياهو يعني عودة وجه الصراع وطرق التعامل مع إيران إلى سابق عهده، يعني فهذا طبعا أمر يتعارض مع الطرائق التي تعتمدها الإدارة البايدنية في التعامل مع إيران، والتي في غالبها هي عمليات ضغط وعقوبات وعملية احتواء مطلق وعملية يعني جذب الحلفاء للضغط على إيران، مش العمل بشكل منفرد كما كان يفعل ترامب على سبيل المثال. أنا أعتقد هناك تعارض بالاستراتيجية الإسرائيلية الأمريكية في التعامل مع إيران، فممكن أن تتسبب يعني خصوصا في هذا التوقيت، يعني ممكن أن يعني هذه الاستهدافات تجعل هناك هو بين إدارة بايدن وإسرائيل، لأن بايدن سيحاول الضغط على إسرائيل بعدم استفزاز إيران في هذا التوقيت، لأنها ممكن أن تعيد أن توسع حرب الطاقة التي تقودها روسيا وتنقلها إلى يعني إلى مواقعها الرئيسية في الشرق الأوسط، خصوصا وأن هناك جدل في العلاقة بين أمريكا والسعودية على سبيل المثال. يعني أنا قلت لجنابك إيران بدأت تستنسخ تجربتها مع الأمريكان، بعض الدول بضمنها السعودية، حتى يعني السعودية رأينا استراتيجيتها مع أمريكا في عهد ترامب تختلف تماما في عهد بايدن، هي تحاول أن تقتنص هذه اللحظة، تحاول أن تستخدم الطاقة كسلاح، أن تطور علاقتها مع أمريكا إلى الحلف الحقيقي مش الشراكة. ولذلك هي ذهبت باتجاه تدعيم الشراكة الاقتصادية مع الصين على سبيل المثال، ولم تكترث يعني ولم تأخذ موقفا داعما لأوروبا والولايات المتحدة ضد روسيا على سبيل المثال، وقفت في المساحة الرمادية، وهذا أمر، هذا تحول من الاستراتيجيات، وأنا عبرت عنه في أحد القنوات. أنا قلت لأن السعودية ترسم استراتيجيات أو دول الخليج بشكل عام لأنها تعتبر علاقتها مع أمريكا هي حلف أمني عسكري سياسي، ولكن شراكاتها الاقتصادية مع الصين وروسيا هي مبنية على المصلحة. لم يكن في عهد هذه الشراكات النفط سلاح، النفط تحول إلى سلاح بعد الحرب الأوكرانية الروسية أستاذ أحمد، ولذلك أصبحت هناك يعني حساسية من الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي على حد سواء. لذلك الاتجاه يعني بشكل عام أنا أجد أنه هناك تحولات تحصل في منطقة الشرق الأوسط، يجب أن تفرض أمريكا حضورها. أنا أعتقد الردع الحقيقي لإيران هو تنظيم جبهة المنظومة الغربية، لأن بالنتيجة إيران وجدت نفسها تخلق يعني ضمن حلف يواجه الحلف الذي تقريبا تأسس بمؤتمر جدة، فلذلك تحولت إلى رأس حرب روسية صينية، حلف مقابل حلف. أنا أعتقد بايدن يجب أن يحتوي هذه الفرضية وينظمها إذا أراد الضغط على إيران. الموضوع ليس متعلق بالرد على الاستهداف بالاستهداف، يعني هذا أمر لا يحل المشكلة بحسب وجهة نظري، ويجب أن تتحرك الرؤية الأمنية مع الرؤية السياسية بمنظور أو منطوق استراتيجي مش انفعالي.